كمان موسيماني خلينا اقول كان حريص جدا جدا كمان بشكل احترافي كبير على التواجد النهارده. عارفين منتخبنا ما زال المنتخب الاولمبي بيلعب المنتخب البرازيلي، تواجد النهارده يمكن بعد التدريب توجه الموسيماني بجهازه الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ لاستاد القاهره لمتابعه المباراه، مباراه من الملعب. زي ما احنا عارفين يعني موسيماني كمان حريص انه يشوف اللعيبه، يعني احنا عارفين ان صلاح محسن خلاص رجع، فالنهارده متواجد مع المنتخب الاولمبي، عندنا اكرم توفيق، عندنا ناصر ماهر، عندنا حتى احمد ياسر ريان المعار خارج اسوار النادي الاهلي، كمان بيشوف اللعيبه دول من خلال المنتخب. ده شيء مهم جدا، ده بيدي انطباع ان موسيماني كمان بيتابع كل صغيره وكبيره، وانه موجود في استاد القاهره عشان يتابع اللعيبه لايف من خلال وجوده في المباراه. واعتقد المباراه يعني انتهى الشوط الاولاني 1-0، والمنتخب كان بيأدي بشكل جيد اداء قدام فريق كبير جدا، منتخب البرازيل الاولمبي على مستوى عالي جدا. نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ومنتخبنا الاول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله نروح